سالم حدثني المدرب والموفق منصور العاطفي عن نشاطكم في تقديم المساعدات من إنقاذ من تعرض لحريق أو لغرق أو ما يكون من الوقوع في الحفر والآبار ومياه الضحلة. وحقيقة سمعت من المدرب والموفق بإذن الله منصور العاطفي كلاما لو قاله غيره ربما أقول بأنه مبالغ، ولكن إذا كان المصدر وأساس النقل مباشر فهذا بحمد الله الأصل الصدق وإن شاء الله الحقيقة. وأنا أقول لكم عملكم هذا نوع من التعبد، نوع من التعبد لله. فإذا كان الشرع العظيم أجر الأجر والثواب على من سقى كلبا وعلى من أخر غصن شوك عن طريق الناس، فكيف يكون الشأن في من أنقذ إنسانا كاد أولاده أن يتيتم، أو كادت امرأته أن تترمل، أو كاد والده يفجع، أنقذ طفلا، أنقذ امرأة، أنقذ رجلا، أنقذ مسنا من غرق أو حرق أو من سقوط في حفرة أو في بئر. فالذي أريد أن أوصيكم به وأنتم بإذن الله على علم أن تعتقدون أن هذا العمل أو أن تتعبدون الله بهذا العمل. فعملكم عبادة، الصلاة عبادة والزكاة عبادة، وهذا العمل نوع من التعبد عبادة. فتعبدوا الله تعالى بعملكم هذا وأبشروا فالأجر كثير والدعون لكم كثير، يعني تكونون بهذا العمل بإذن الله على ألسنة من يدعو لكم بالخير من شخص أنقذتم ولده، أنقذتم امرأته، أنقذتم والده أو والدته. فعليكم بالقرب إلى الله عز وجل، وأيضا المبادرة والمسارة وعدم التأخر، بل والفرح إذا كلفتم بعمل في إنقاذ يعني مصاب أو إنقاذ حريق أو غرق أو مشاكله. فبادروا ولا تتكاسلوا، وأنتم إن شاء الله كما حدثني منصور أثابه الله تعالى العاطفي حدثني عن نشاطكم في مواسم الحج ورمضان وما يتبع ذلك من المواسم العظيمة، وكذلك ما يكون في الصحاري والقفاري والبر من التفقد المحتاجين ممن وقع في يعني من تغريز أو حفرة أو ما مشاكله. فأقول تقربوا إلى الله وأخلصوا النية لله وبادروا ولا تتكاسلوا ولا تتضجروا، بل احمدوا الله أن الله جل وعلا سخركم لهذا العمل. فعمل يعقبه أجر جزيل رب العالمين بفضله عز وجل، وكذا ما يصحبكم وصاحبكم من دعوات الآخرين. شكرا لكم وبارك الله في جهودكم وجعلكم مباركين أينما كنتم وأجر عليكم أجورا جزيلة، وقبل الله ما يدعو لكم به الناس، وفقكم الله وبارك فيكم. وأنا أتحدث من بيت الأستاذ منصور العاطفي في غرة شهر شعبان لعام 1443 هجرة نبوية. شكرا لكم ومعذرة من الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.